60 يوما لانتخاب رئيس. محطات المحروقات بدأت بالإقفال. الدولار يتأرجح على حبال الصرافين. الاتفاق النووي خطوة إلى الوراء. أهلا بكم في نشرة الأخبار من صوت لبنان. 60 يوما لانتخاب رئيس للجمهورية، أما الجمهور فستون يوما وسبعون سنة على مصالحه التي تداس يوميا، خصوصا بعد فشل اجتماعات بعبدة المتمادي، ما ينعكس سلبا على حياة المواطن. فمن إضراب أوجيرو إلى تسعير البنزين أكثر من مرة في النهار الواحد، والخوف على رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، لا خطة حكومية إصلاحية واضحة بعد لمواجهة الأوضاع المتفاقمة على كل المحاور. فقد أعلن تجمع أصحاب المحطات أنه بعد ارتفاع سعر دولار السوق السوداء وأصبح الفرق يشكل أكثر من 70% من الجعالة التي من الأصل لا تصل كلها ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعد التنبيه إلى أن الإقفال سيكون قصريا، بدأنا نرى غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة في ظل عدم اكتراث من المعنيين. كما وطلبت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز من وزير الطاقة إصدار جدول أسعار جديد للغاز المنزلي يأخذ بالاعتبار التغيرات في سعر الصرف. عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس غرد قائلا: مجزرة بحق أصحاب المحطات، نشتري الدولار اليوم ب 35200 ليرة لتسديد ثمن البنزين ونبيعه 33800 ليرة وفقا لجدول الأسعار، خسارة 21000 ليرة في كل صفيحة بنزين، كفى آذان غير صاغية لوجعنا، يجب إيجاد آلية تسعير جديدة لوقف هذا النزيف. ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية اليوم، وباتت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 603000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 617000 ليرة. أما أسعار صرف الدولار في السوق السوداء فتباينت صباح اليوم. بعض المنصات أظهرت سعر 34350 ليرة لبنانية، في حين ظهرت على منصات أخرى أسعار أعلى مثل 35000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وأخرى 35600 ليرة. هذا الأمر أدى إلى خلل في السوق، فتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار لأن الأسعار لديهم كانت عند مستوى 34200 ليرة، ولاحقا عدل الصرافون سعر الدولار لديهم ليبلغ 34500 ليرة لبنانية بيعا للصراف و 33800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد. النائب السابق علي درويش شدد في حديث لصوت لبنان على أن الاتصالات الحكومية لن تتوقف وستستمر في المرحلة المقبلة لتشكيل حكومة، لأننا بأمس الحاجة إليها. أعتقد أنه بلغنا الحائط المسدود، لأنه بالنهاية لا تزال هناك محاولات لتشكيل هالحكومة، وهيدي الحكومة فعلا حاجة لكل اللبنانيين. إنما حتى اللحظة بعد 5 اجتماعات حتى الآن لم نخرج بصيغة مشتركة يمكن أن يقال عنا أنه هيدي تصور واضح بالنسبة للحكومة. عدا عن ذلك لا شك أن المحاولات مستمرة وستستمر بعتقد بالمرحلة القادمة، لأنه فعليا نحن نحتاج لحكومة، وخاصة بهالمرحلة المفصلية بعد أن دخلنا بيعني فلك الاستحقاق الرئاسي دستوريا. المستشار المالي ميشيل قزح شدد على وجوب تعديل قانون السرية المصرفية بطريقة جذرية لمعرفة من سرق الأموال، وفند لصوت لبنان ملاحظات الصندوق.
صندوق النقد حط ملاحظات على قانون السرية المصرفية اللي صدر جديد وهلأ ارتجع من عند رئيس الجمهورية. من بين الملاحظات انه لازم نعطي انه اكسس للمعلومات لمصرف لبنان وللجنة الرقابة على المصارف. هذه ملاحظة. ملاحظة تانية كمان قال انه لازم نعطي كمان اكسس للمعلومات لوزارة المالية لتقدر تعمل هالرقابة على الحسابات اللي عم بفوت عليها مصاري بطريقة غير شرعية لينحط عليها ضرائب او لتصادر هيدي المصاري. الملاحظة الثالثة هي بالنسبة للقضاء. القانون ما حط آلية كيف بده يتصرف القضاء وقت بيكون فيه عمليات تهرب وعمليات تجريد أموال. الملاحظة الرابعة هني حطوا بالقانون انه الجرم بده يكون جزائي بين 3 و12 شهر. نتابع النشرة فيها بعد قليل. اعتصامات المعلمين. عودة لمتابعة النشرة. نفذت روابط التعليم الرسمي في المحافظات اعتصامات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمالي للأساتذة والمعلمين، ونظمت الروابط تجمعا أمام وزارة المالية في بيروت، وناشدت رئيس الجمهورية والنواب والوزراء والمعنيين كافة تأمين المطالب والحقوق كاملة وبأسرع وقت، وإلا فلن نكون مع بداية عام دراسي كما تتوقعون. لن يكون الحل أساساً إلا بتصحيح الأجور، وما عدا ذلك ليس إلا سيناريوهات ارتضينا بها لاستكمال العام الدراسي الماضي. لذا ننبهكم لعدم استخدام الحلول المستهلكة والتي استهلكت قوانا وعزة أنفسنا وكرامتنا، وندعوكم للتطلع إلى عام دراسي جديد مشرق وبحلول مرضية. صيدا ومنطقتها تعاني من العتمة الشاملة، ومناطق أخرى تنعم بكهرباء 24/24. التفاصيل مع رئيف الملاح. صيدا ومنطقتها تعاني من شلل تام ومن العتمة من جراء توقف التغذية بالتيار الكهربائي، وبلغت صفر تغذية منذ عدة أسابيع، فيما يقنن أصحاب المولدات الكهربائية ساعات التغذية إلى حدها الأدنى، مما انعكس سلبا على حياة المواطنين وعلى خدمات الإنترنت وإضراب الموظفين في أجره، وزاد من الطين بلة أعطالا وتوقف الخدمات. وعلمت صوت لبنان أن عدة مناطق لبنانية تستفيد من معامل الليطاني ومن خط 24 كهرباء، وهي مناطق جزيرة وأقليم التفاح وجون وأقليم الخروب، فيما صيدا ومنطقتها محرومة من هذه الخدمات. ومؤخرا وقبل أيام فقط تم تزويد هذا الخط لبعض الإدارات الرسمية في المدينة. والسؤال الذي يطرح، إذا كان هذا الخط موجود وتحرم منه مدينة صيدا، فلماذا لا تعطى المرافق العامة وأجار من هذه الخدمة وتوفر على الخزينة مئات الملايين؟ من جهته عضو مجلس بلدية صيدا الدكتور عبدالله كنعان وصف الأزمة التي تمر بها مدينة صيدا ومنطقتها بالأزمة الكبيرة. كهرباء أساس ما فينا نستغني عنها، لا بمعاملات البلدية ولا معاملات الناس. ما بعرف شو الحل. الحل طبعا العالم عم تروح على الطاقة الشمسية، طبعا كلكم شفتوا بالإعلام انه على مبنى شركة كهرباء لبنان بصيدا تركب طاقة شمسية. يعني هذا دليل واضح نحن وين ولوين وصلين. نحن بنقول ان شاء الله تتحسن، موعودين من مصر بالغاز، من الأردن بالكهرباء، بس لحد هلا كلها وعود. والوعود ما فينا نحن كبلدية نوقف مكتوفي الأيدي، نتحرك دول ما فينا وقد ما فينا ونساعد قد ما فينا بهمة رئيس البلدية ومجلس البلدية، وإن شاء الله إن شاء الله بنقدر نتخطى هالأزمة، لأنه أزمة كبيرة. ما بدنا نحكي باللوكس، ما بدنا نحكي بالمكيفات، ما بدنا نحكي بالتبريد للبيوت، هذا كله سنوي قدام الأساسيات. يعني نأمن مي للعالم، نأمن للأفران، هذا شغلة مهمة كتير، وإن شاء الله الله يوفقنا نحن نسعى. ويبقى السؤال، هل وصلنا إلى الحافة الأخيرة من الانهيار فيما المافيات تتحكم برقاب العباد والدولة في خبر كان؟ من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان. أرسلت رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب كتاباً يتضمن المسح الشامل لأعداد القضاة والعاملين والموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين بأي صفة كانت في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو تمول جزئياً أو كلياً من الدولة.
قطع أصحاب الشاحنات الطريق أمام مرفأ طرابلس للمطالبة بتطبيق قرار الوزير علي حمية القاضي بسماح لجميع الشاحنات التابعة للنقل الخارجي الدخول إلى المرافق للعمل. طلب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من القوى الوطنية التداعي سريعاً لحماية المصالح السيادية للبنان ومنها الثروة البحرية، وأشار إلى أن البلد والمنطقة تغلي والطغيان الإسرائيلي سواء باستباحة السماء اللبنانية أو بالاعتداء على سوريا أمر متعاظم، ولا بد من التعامل معه بطريقة موجعة لأن الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله ساهم في تغيير معادلات المنطقة، فتغير الاتجاه من تثبيت الكيان الغاصب إلى مسار تحرير فلسطين، ومن تكريس التبعية للغرب إلى استقلال الشعوب، ومن الإحباط والاستسلام إلى المقاومة وتحقيق العزة والكرامة. وشدد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت في طهران على ضرورة وحدة المسلمين وتعاونهم ودور قيادة الولي الفقيه كبوصلة لتعزيز المشتركات ورسم خط السير الموحد. نتابع النشرة وفيها بعد قليل. من قتل داريا دوبين؟ عودة لمتابعة النشر. من قتل داريا دوغين وما هي السيناريوهات؟ المزيد في هذا التقرير. من قتل داريا دوغين؟ الصحفية ابنة فيلسوف بلاط الكرملين ألكسندر دوغين. من المستفيد من قتل الصحفية التي عملت مراسلة حرب في دونباس ورئيسة تحرير موقع United World International الناطق بالإنجليزية، الذي من بين أهدافه مواجهة هيمنة الغرب على العالم، وهي من الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية. في السؤال الأول، من القاتل؟ اتهام لأوكرانيا، خاصة وأن دوغين الأب كان أول من صفق لبوتين وأعلن دعمه لحربه على أوكرانيا، وكتب في معرض ضم شبه جزيرة القرم عام 2014: أعتقد أنه يجب أن نقتل أن نقتل أن نقتل الأوكرانيين، وليس لدي شيء آخر أقوله. كما أن دوغين هو صاحب نظرية أوراريسم المعاصرة، وتقضي باتحاد الأمم السلافية والرومانية واليونانية والإسلامية في قارة واحدة بين أوروبا وآسيا. إلا أن هذه الفرضية حول مسؤولية أوكرانيا في قتل دوغين بقدر ما تريح بوتين بقدر ما تغيظه، هو الذي يكابر على الاعتراف بقدرة الاستخبارات الأوكرانية على الوصول إلى ضواحي موسكو. في السؤال الثاني، من المستفيد؟ اتهام للرئيس الروسي، حيث يعطي الاغتيال بوتين فرصتين: الأولى داخلية بتطهير أجهزة الأمن التي بدأت تتململ من طول أمد الحرب في أوكرانيا، والفرصة الثانية توسيع حربه على أوكرانيا. سبق ستالين بوتين عندما استفاد من اغتيال شريكه سيرغي كيروف عام 1934 ليطلق حملة تطهير في صفوف الحرس البولشيفي القديم. السيناريو الآخر، دخول أجهزة استخبارات كبرى لدفش بوتين إلى مزيد من الحرب على أوكرانيا ولقطع الطريق على أي حل دبلوماسي في محاولة لإغراقه أكثر في الرمال الأوكرانية، وفي محاولة لكشفه أمام شعبه وأجهزة مخابراته، حيث أنه إذا ما استمر القصف الأوكراني وراء خطوط الروس يصبح بوتين في وضع غير مريح وغير قادر على إخفاء الحقيقة الميدانية على الروس، ما يجعل بوتين مهددا على يد استخباراته التي أوصلته أساسا إلى الحكم. مهما تعددت الفرضيات، فإن العملية البعيدة عن خطوط التماس والقريبة من العاصمة الروسية من شأنها أن تثير التطرف والتشدد وتنقل الرأي العام الروسي من معارض أو متحفز على الحرب على أوكرانيا إلى داعم لها.
وصف مسؤول أمريكي لصحيفة بوليتيكو رد إيران بشأن الاتفاق النووي بأنه خطوة للوراء في وقت جدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تحصل إيران على السلاح النووي، وإذ لفت إلى سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن حل قضية الاتفاق النووي بالطرق الدبلوماسية، أشار إلى أنه أوضح أيضا وجوب الاستعداد لكل الخيارات. وأكد كيربي في حديث إلى قناة الحدث عزم الإدارة الأمريكية على صد الأنشطة الإيرانية الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بغض النظر عن وجود اتفاق أو من دونه. لكن إيران وعلى لسان مستشار وفدها في مفاوضات فيينا رأى أنه يمكن التوصل لاتفاق سريع إن اتخذت واشنطن قرارا صائبا، وقال إن واشنطن ترى أن الرد البناء هو القبول بشروطها، وأبدت الخارجية الإيرانية الاستعداد لاجتماع في فيينا الأسبوع المقبل لإعلان الاتفاق النووي. أوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية أن الكرة الآن في ملعب طهران بشأن العودة للاتفاق النووي، وأشارت إلى أن إيران تعتمد خطاب الهيمنة على المنطقة ولا تريد التنازل عنه، موضحة أنها تواصل مدى نفوذها على حساب أمن وسلامة جيرانها. أنهى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييمهم الأول للواقع في محطة زابوريجيا النووية، وأشار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة. وبالتوازي أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا في أنه لن يرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، نفيا أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية، وأشار إلى تطلع واشنطن فقط في أن تكون هناك محطة منزوعة السلاح حول هذه المحطة. الصفحة الرياضية مع رومان تنوس. بداية أخبارنا الرياضية بالدور الربع نهائي من كأس العرب تحت 17 سنة، فاز المنتخب الجزائري على نظير المنتخب التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1. أما بالدور السعودي بكرة القدم، حقق فريق الرائد الفوز أمام ضيفه الوحدة بنتيجة 1-0. ومننتقل للتنس، تأهلت المصنفة الأولى عالميا البولندية إيغا سوايتك للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة بعد ما تغلبت على الأمريكية سلون ستيفنز بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2. كما وفازت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 26 على الأوكرانية مارتا كوستيو بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3. وتأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا إلى الدور الثالث بعد فوز على البيلاروسية ألكسندرا سازنوفيتش بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4. وإلى نشرة الأحوال الجوية. جو اليوم غائم جزئيا، الحرارة بتوصل ل 30 درجة، رياح شمالية غربية بسرعة بتتراوح بين 10 إلى 15 كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 76%. بكرة الطقس مشمس مع درجة حرارة بتتراوح بين 27 و 31 درجة. الأحد والتنين الجو مشمس بأغلب الأحيان مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على 30 أقصاها و 26 أدناها. تلاتة الحرارة بتواصل انخفاضها وبتسجل بين 25 و 29 درجة. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة من صوت لبنان، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.